السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني. اليوم عندنا طباخ شامل. البلورة مكسورة او مشعورة، شوفوا من هون جاي لهون لهالطرف، من هون جاي، المهم هالشعر مبين يعني، هاد وخاصة هون هالمنطقة وهاد هالمنطقة بالذات، هاد بيسرب المي، وإذا دخل المي هون هالقسم هذا بالذات، قسم البلاك الإلكترونية، يعني من عطل بسيط يعني، في كتير مثلا بيستهينوا بهالعطل، يعني يؤدي إلى عطل تاني، بينضرب البورد أو بيصدي أو كذا. لذلك أنصحكم بتغيير البلورة بأيك حالي. طبعا البلورات قياسات، هلا مثل القياس هذا 36 على 28، في بلورات بالسوق، هاي بلورة جديدة جبناها وبدنا نركبها. طبعا الخطوة الأولى جيبوا مشرط وبتبلشوا مثلا، بتحطوا المشرط هون و شوفوا شلون، الى ما يعني هلا هون هيك دخل المشرط، هو صاير سيليكون يعني، الى ما بالتسلسل بتشيلوه مرتين ثلاثة الى ما المشرط بيدخل بالمجرى بين البلورة والحديدة، وبتحاولوا مرة مرتين ثلاثة ان شاء الله البلورة تنشال. هلا بدي اجربها، تابعوني. طبعا اخواني خلصنا هاي البلورات، طبعا هذا كمان قبل اللي اعطيتكم درس عليه، هدول بتثبتوه بسلك يعني مكان اللي كتطلع من مكانه. نسلك هيك، هيك مثلا تثبتوه، وهكذا كل واحدة من هدول.
وبس بترجعوه مكانه تلقائيا بالحرارة بيمسك مكانه.
بعد ما انتهينا بتنطفوا السيليكون اذا في سيليكون. شوفوا هذا الشيء، طبعا السيليكون البارد هذا طبعا تبع الشبابيك هذول، طبعا في لون شفاف وفي اسود وحسب يعني، هو ما يهم يعني ايش لون يكون. بتنطفوا هون كويس، طبعا هاي البلورة نفس القياس هو، بس في باعتبار ريسول هاد في هون ريسول يكون مضغوط، لذلك انتو بتحطوا السيليكون وبعدين بتحطوا وزن عليه شي يومين الى ما ينشف. في عندي هيك بطاريات شوي كبار، حط عليهم يمشي حالهم. هاد سيليكون، وبتحط السيليكون هون هالمنطقة، هاد هاي هالمنطقة تحط السيليكون يعني هاي ما بدها معلمية. بس خلصت بتحط بلورتك وبتحط وزن عليها، مثلا ايش في عندك اوزان هلا مثل هالبطاريات هدول، عندي بطاريات كم بطارية بدي احط عليهم، وليومين ثلاثة يعني. بالصيف بكير ينشف، بس بالشتاء يمكن انا اتركهم لثلاث ايام مشان ينشف كويس يعني. وهذا كان درسنا مشان تغيير البلورة. طبعا عم تلاحظوا يعني بعد ما حطينا السيليكون عم تشوفوا شلون حطيت هالاوزان كمان. يعني انت تحط بطاريات اي وزن عندك، شي مثلا حجر تقدر تجيب حجر او كذا مثلا بتحطون. وهذا بدي اتركه يومين طبعا باعتبار شتاء يعني، بيطول لينشف. وهذا درسنا كان، ان شاء الله استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.